عائلة خوري فتحت لنا البواب بكل صدق وشفافية. مزرعة الأبقار بزحرة. هيدي بقرة هولشتاين، هيدي نورماندية، هي بقرة براون سويس، أنا مربيهم. قضينا نهار بهالمزرعة كأنه أوتيل فايف ستارز، عندها المعزاية كل الرفاهية. أفضل أطيب وأنظف الإنتاج من ألبان وأجبان. يجوا الأجانب من برا بيقولوا لي إنه أنت عندكم عناية بالمعزة ونظافة بالمعزة أكثر من عندنا. شربنا أطيب حليب وأكلنا أطيب لبنة. الطريقة اللي عم تشتغل هلأ بالكيس كانت من سنة 43 وبعدنا محافظين عليها. لبنتنا تراثنا بتحقيق مع كلود أبو ناظر هندي، استثنائيا هالأربع عشر إلى ربع المساء على الـ MTV.